السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. معكم رضا أحمد. النهاردة معنا فيديو جديد وفكرة جديدة. طبعا الفكرة مش بتاعتي، هو أنا اتفرجت عليها وحبيت إن أنا أشارككم بيها على القناة هنا هو، وأشرحها واحدة واحدة، نشرحها واحدة واحدة مع بعض. ولأول مرة تشوف الفيديوهات بتاعتي تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلكم كل جديد ويوصلكم كل إشعار بالشغل اللي احنا هنعمله. ونبدأ بسم الله. هنعمل نشتغل النهاردة بثلاث إبر مش إبرة واحدة. هنعمل عقدة البداية، نبدأ مع بعض نعمل عقدة البداية. هناخد أول إبرة ونعمل عقدة البداية، وهنعمل ثلاث غرز، واحد ثلاث سلاسل، اثنين ثلاثة. أول واحدة ملناش دعوة بيها طبعا، هندخل في تاني واحدة وبعدين هندخل في تالت واحدة. كده معانا تلات سلاسل، تلات فتلات على الإبرة. هنطلع منهم الاتنين وبعدين هجيب الإبرة التانية أحطها في الخيط التاني، وأجيب الإبرة التالتة أحطها في الخيط التالت. كده بقى أنا معايا التلات خيوط على التلات إبر. ألف الخيط على إيدي كويس تمام، وبعدين أبدأ بأول إبرة. لازم أبقى مركزة الإبر بالترتيب، أنا حطيت السيليكون في النص عشان ما نتلخبطش. انتي بتجيبي تلات إبر بس لازم المقاس يكون واحد تمام. ادي أول واحدة هنعمل غرزة سلسلة، وادي التانية، وادي التالتة. تمام، بعد كده هتيجي تعملي برضو نفس الكلام، تحاولي تحافظي ان الخيط يكون تحت شوية كده. اهو هتعملي أول غرزة، يا أوه سوري، أول غرزة، وأدي تاني غرزة تمام، وأدي تالت واحدة تمام، ونرجع تاني لأول واحدة وبعدين تاني واحدة وبعدين تالت واحدة. هيطلع لنا حزام شنطة، حزام بلورو، حسب الشغل اللي انتي شغاله. اهو هنرجع تاني لأول واحدة، لازم الترتيب، تاخدي بالك من ترتيب الإبر. ادي أول واحدة، كل طبعا ما كبر معاكي الخيط لتحت الشغل اللي انتي شغاله كل ما كانت بقت أسهل في ايدك وانتي شغاله. طبعا ده برضو مش ملكها قوي عشان التصوير. اهو تمام، اهو ادي أول واحدة وادي التانية تمام، وادي التالتة، وبرجع من اول تاني. اهي بدأ يظهر معانا الحزام اهو تمام. استنى الف برضو على ايدينا عشان يبقى الخيط مالكينه وماسكينه كويس تمام. ادي اول واحدة وادي التانية وادي التالتة. لازم الترتيب، اوعي تلخبطي ابرة مكان ابرة. واحد اتنين تلاتة، نرجع تاني، واحد اتنين تلاتة. الخيط بقى تخين، خيط رفيع، حسب ما انتي بتغيري الابر حسب الخيط اللي انتي شغالة بيه. تاني بس اهم حاجة ما نغيرش اتجاه الابر، يعني لازم الابر تكون واحد اتنين تلاتة، نبقى واخدين بالنا احنا مشغلين ازاي. اهو تمام، بصوا بدأ يظهر ازاي معانا، شكله جميل ازاي. اهو هنكمل برضو بنفس الطريقة. ادي اول ابرة، ادي تاني ابرة، ادي التالتة تمام. يا رب الفكرة تكون واضحة. ادي اول واحدة، ادي التانية تمام، ادي التالتة. اكمل شوية فيها، اطلع بيها شوية وارجع لكم تاني عشان اوريكم ازاي هنقفل الشغل. ومشينا شوية كده، احنا هو شغلنا. هنقفل بقى الغرز دي، هنعملها ازاي عشان نقفل كده. بيبقى حزام، بتعملي بقى الطول اللي انتي عايزاه. كده بنشيل اول ابرة،
نطلعها لبرا شويه كده ونشيل اول ابره ونروح حاطينها مكانها في الابره الاصليه بتاعتنا، تمام. وبعدين هنشيل تالت ابره اهو وهنرجعها مكانها تاني. وبكده يبقى احنا خلصنا الحزام بتاعنا اهو بالتلات ابر. هنروح عاملين غرزه واحده بس، هنطلع من التلات ابر مره واحده، من تلات فتلات مره واحده، وهنعمل غرزه تثبيت ونقطع الخيط بتاعنا. وبكده يبقى احنا عملنا حزام شكله جميل بالتلات ابر. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، وان شاء الله كل يوم في جديد، كل يوم في كل مره هيبقى جديد، فيديو جديد وفكره جديده. واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.